هاي بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عندنا الميك اب لوك ده بمنتجات بريتي وومن. ايوه، بمنتجات بريتي وومن. انتوا متخيلين ان اللوك ده يطلع من منتجات بريتي وومن؟ الباودر كله من بريتي وومن، والاي شادو كمان من بريتي وومن، حتى الليبستيك. لو اتحمستوا شويه ما تنسوش تكملوا الفيديو، وما تنسوش كمان لو انتوا اول مره تشوفوني تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انا بنزله. وكمان انا سايبه لكم كل اللينكس بتاعتي في الديسكربشن بوكس، صندوق الوصف، انستغرام، ولينك البراند بتاعتي، ولينك كمان التيك توك. يلا من غير ما اطول عليكم ندخل في الفيديو. يلا بقى هنبدا نعمل اللوك النهارده. اللوك النهارده منتجاته كلها اللي هنستخدمها واللي هتكلم عنها كلها من عند صفحه يلا شوبينج. هسيب لكم اكونت بتاعها واللينكات بتاعتها بتاع الانستغرام والفيسبوك في صندوق الوصف تحت في الديسكربشن بوكس. تمام، مبدئيا كده. واول حاجه هنجربها السوب بتاعت الحواجب دي، اسمها رومانتك مات. هي بيكون معها السبولي بتاعتها اهي، زي ما انتم شايفين كده هي بتتفتح بالطريقه دي، شايفين. افضل استخدام لسوب الحواجب انك تجيبي فاكسنج سبراي وتبخي منه كده، ترشي رشه كده وتقومي حركه السبولي كويس جدا ونبتدي نسرح الحواجب. هسرح في اتجاه الشعر وبعد كده في عكسه علشان السوب تدخل كويس قوي في الحواجب. شايفين هي دخلت ازاي. بعد كده ابتدي ارفع الشعر لفوق. ومعلومه بس عشان لو انتوا لسه اول مره بتشوفوني، انا ما بحبش اعمل اي حاجه في حواجبي، انا بحبها كده، بحبها بشكلها كده. تمام، بعد كده هجيب ظهر اي بروش عندي واقوم ضغطه. هضغط عليها كده عشان تثبت كويس. اكتر حاجة لاحظتها في السوب ان هي بتنشف بسرعة جدا 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 عن سوبس تانية انا جربتها. يعني هي درجة ان هي نشفت، لا كانت سريعة. خليكم متابعين باقي الفيديو علشان انا في الاخر هقول لكم رايي في كل حاجه، وكمان هشوف درجه ثبات الصوب معانا. تمام، هو ده شكل الحواجب بعد استخدام الصوب. انا عندي ده فاضي اكتر من ده طبيعي، يعني عشان كده مختلف بس شويه، بس هنظبطه بالباودر بتاعه الحواجب. هكمل الباقي واجي لكم. بعد كده هنيجي للباليت بريتي وومن الجديدة. بصوا درجات والالوان اللي فيها، 21 لون، تحفة تحفة تحفة. يعني طلع منها لوكس كتيرة. اول مرة ليا اني استخدم اي شادو بريتي وومن، معرفش البيجمنت بتاعها ايه، انا بس عملت سواتشات كده وعجبتني السواتشز. انا كنت خدت السواتش من هنا وسواتش من هنا، كان تحفة. فيها شمر وفيها المات، فيها الوان انتقالية، يعني فيها الوان انتقالية كتيرة وفيها الوان تانية والوانها حلوة. فتعالوا كده نعمل لوك. هستخدم اللونين دول يعني مبدئيا، يعني مش عارفة ازاي، بس خلونا ننتقل. بس خلوا اللون الانتقالي هو هيكون اللون ده، هيكون بس بيز الاي شادو كده معانا. بنحطه على الجفن الثابت، ده الثابت وده المتحرك اللي هو بيقفل ويفتح. ده مبدئيا هاخد اللون الانتقالي ده هنا كده. انا نفضت الفرشة خالص
من اي زيادات فيها. ولا تعمليه على اليمين تعمليه على الشمال. عايز اقول حاجة بس ان انا نسيت انضف الصوب اللي جت على الاطراف وكمان حطيت كنسيلر تقيل فممكن تحسوا بشوية كلكعة هنا كده شوية مع الكومكت باودر كمان فيعني في ايه ممكن تحسوا الشكل مش لطيف قوي تحت الحاجة بس البيجمنتيشن لحد دلوقتي عاجبني. كده انا هغمق اللون وطالما بنغمق اللون قلنا قبل كده بناخد بلندنج براش تكون اصغر. انا هاخد اللون ده من ساعة ما مسكت الباليت وانا عايزة استخدمه عشان اشوف قوته وهل هو نفس الموجود في الباليت ولا لا وفعلا نفس الدرجة الموجودة في الباليت. على فكرة انا عملت البراش كده وبصوا قوة اللون اللي طلع معايا وبعتذر عن اي صوت طفلة لو طلع معايا لاني عندي بنت خالته النهاردة الجمعة. بعد كده هاخد فلات براش واخد اللون الكحلي ده اللي في الباليت هو تاني واحد من فوق. ايوه هو ده مش زي اللي في الباليت خالص يعني ده تاني. هو مش مكتوب عليها هنقدر نستخدمها مع مية ولا لأ بس انا هجرب حاجة كده هجرب ان انا اخد الفاكسينج سبراي من براند عندي هو فاكسينج وسيتين في نفس الوقت وبليت البروش وقلت اجرب اخد كده اشوف هيتقل اللون معايا ولا لا. تقل شوية عمالة اعمل بلاندنج كده وخدت بالبروش خدت من نفس اللون بالبلاندنج بروش ودمجت عشان بس يبقى عالي معايا شوية دمج. خلص الدمج كويس واجلكم. بعد كده اخدت اللون ده حطيته ما بين الكحلي وما بين اللون اللي احنا كنا حاطينه في البداية. بصوا داني كأنه بني كده مزرق. وتحت العين انا هاخد اللون ده حطه كده بنفس البلاندنج بروش هاخد كمان معاه اللون ده بعد كده عندنا التو ليكويد اي شادو جليتر ده هو من بريتي وومن دي درجة 03 03 دي درجة 01 01 تمام. انا هستخدم الدرجة الفيروزي دي على فوق العين كده يعني هحط منها نقطة كده وهاخد نفس الفلات بروش اللي كنا شغالين بيها وابتدي اطبطبه كده. بقع شوية الاي شادو فهجربه بصباعي لان هو بقع لي الاي شادو معرفش انتوا شايفين ده ولا لا. هاخده بصباعي افضل يمكن يبقى احسن. جربته على ايدي كان ثابت حلو بس كنت حابه اجربه بقى فوق العين اشوف. هو للاسف بيحرك الاي شادو يعني انا عشان مش هقدر استنى بس اكتر عشان مروحه برضو كانت من عندي. يلا شابي يعني العيب اللي فيه ده مش لطيف ان هو يحرك لي الاي شادو اللي انا تعبت فيه. انا عايزه اعمل زوم عشان تفهموا قصدي. شايفين بقى الاي شادو ازاي. طيب انا هعمل حركه كده وهي ايه وهي ان انا هاخد
نقطة كده من ال 01. اهي بس النقطة كبرت شوية، هقللها. قلبنا بقى لون اللوك خلاص، ده كله في سبيل ان احنا نلاقي فايدة معاه. طيب انا بس للشكل ده انا هاخد اللون الشامر ده، تمام، عشان نقوي مثلا لمعة كده. ايوه لكن مظبوط، لايت حطيتها في النص. وهاخد البلاندنج بروش، تمام، وهدمج ما بين كل الكلام ده كله، وهعمل كل اللي احنا عملناه هنا هعمله في العين دي. كده انا ركبت الرموش وخلصت العين خلاص. انا كده هكمل البشره، اللوك تقيل او كل حاجه، بس بحاول اغير لكم شويه عشان طلبتوا مني نعمل حاجه تقيله. معلش فيكسنج سيتنج سبراي من البراند عندي علشان ندمج كله، عشان لما اجي احط الهايلايتر يبقى عندي الاضاءة قوية. وصلني كمان من عندي هلا شوبينج التو لبستكس دول، ده من بريتي وومن الجديد، معاه جلوس. ويا جماعه انا جربته قبل ما اطلع اتكلم معاكم، ثباتهم الاثنين تحفه. وده كمان من عند مايت سينما، ثباتهم تحفه. بس تعالوا بس نتكلم على اول حاجه اللي فيه جلوس. اللي فيه جلوس ده يعني مش عارفه اقول لكم ايه، هو الجلوس بتاعه جميل لدرجه ان هو لا بيغير لون الروج ولا بيخليه مثلا يفصل على الشفايف ولا بيكتله ولا بيغير من شكله ابدا. المشكله بس ان اللوك ممكن يبقى مختلف معاه الروج، بس خلونا نجرب الروج ده دلوقتي، نرسم بيه شفايفنا كده. درجته 62. تصدقوا ان هو ماشي مع البلاشر شويه، سوء اكتر تقليل ناس استخدمته قبل كده. دلوقتي هو ناشف وعايزين نجرب الجلوس. قوليلي ايه رايكم بعيدا عن لون الروج، علشان عارفه ان هو مش ماشي خالص، بس ما حبيتش احط التاني لان التاني اغمق منه بكتير ودرجته برجندي كده. استنوا، دي درجه روج مايت سينما، كانت هتغمق قوي اللوك. استنوا نعمل زوم بس عشان اوريكم. مش بيلبك، دي اهم حاجة في الجلوس. دي كل المنتجات اللي هنتكلم عليها دلوقتي، تعالوا بقى نتكلم عليهم واحدة واحدة. مبدئيا التو ليكويد اي شادو دول مش الطف حاجة في الدنيا، يعني اكيد هنلاقي احسن منهم. مضايقني جدا ان هم عمالين يحركوا الاي شادو، وناوي اديهم فرصة تانية واستخدمهم، بس ده مش ريفيو نهائي يعني من الاخر، لان ده اول مرة ليا استخدمهم. بس على ايدي كانوا حلوين جدا على فكره، هما مازالوا ثابتين تحفه في الثبات، تحفه تحفه. يعني البراند بريتي وومن ان هي تعمل حاجه كده مبدئيا حاجه جميله جدا. باليت بريتي وومن بتاعت الاي شادو
تجنن تجنن. هو اللون ده بس كان ضعيف شويه، رشيت فاكسنج سبراي، ممكن ترشي ميه ورد، ممكن ترشي اي حاجه تانية عندك. المهم ان البروش لو اتبلت شويه هيبقى البيجمنتيشن بتاعه قوي، بس مهما كان مش نفس الدرجه دي هي اللي اتحطت. كل الالوان اللي استخدمتها نفس الدرجه اللي في الباليت هي اللي اتحطت على عيني الا الدرجه دي بس. تمام، ان شاء الله هنعمل منها لوكس تانية لان هي عجبتني جدا 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 يا بنات. انا جربت منها اللونين دول وكمان اللون ده، وجربت ده، جربت الشيمر ده والشيمر ده، وجربت كمان اللون الانتقالي ده. حتى في اللون الانتقالي الخفيف ده كان حلو على العين وكويس. اللون الشيمر بصوا جماله، بصوا البوم بتاعته، يعني بيجمنتيشن قوي جدا. فهي كباليت بريتي وومن، لا اول تجربه ليا مع بريتي وومن عجبتني جدا جدا جدا. نيجي بقى لسوبر الحواجب. سوبر الحواجب دي من رومانتك مات، تعالوا اوريكم بس جمالها. الشعريه هي لازقه، بس غلطتي ان انا ما نضفتش حواليها مش اكتر، اما الشعريه ما زالت لازقه. بصوا بصوا شكل الشعريه، ما فيش شعريه خرجت من مكانها مثلا وعملت كده لقدام، لا ثبتها حلو جدا لان انا ما اخدتش كميه كبيره من السوب. بتدي كثافه قوي للحواجب، لو شفتوا قبل ما ارسم كنت تلاقوا كثافه حواجبي اقل من كده بكتير. بتاع مايت سينما هي درجته بس 208 مبدئيا، هي دي الدرجه بتاعته، دي درجه 208، درجة 208 اتجنن يا جماعه. هي غامقه بس شويه عن اللي انا حطاها، والبراند طبعا مختلفه، بس عايزه اقول لكم ثبتها تحفه. حطيته لوحده واكلت وجبتين قبل كده، ثابت مع الوجبات. لما بيجي يخف مش مثلا يقشر من نصه يبقى شكله وحش من حوالين، لا هو لما بيخف بيخف اللون والدرجه نفسها، مش اللي هو قشر من مكان واختفى خالص ومبقاش موجود، لا هو بيبقى ثابت وحلو. نيجي بقى للبيك بوس، جامد 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 بتاع بريتي وومن. هو اصلا شكله والباكجينج بتاعه شبه بتاع كيكو، وطبعا عارفين كيكو وومن. بريتي وومن لما تعمل حاجه زي كده والجلوس يطلع حلو ما يحركليش وما ما يلبكش كده ولا يقعد يحرك ولا يغير لي شكل الروج، فدي حاجه جميله جدا. درجه الروج درجته 62 تحفه يا بنات. بصوا وزي ما قلت لكم لينكات يلا شوبينج اللي عندها كل الميك اب ده هتلاقوها في الديسكربشن بوكس، صندوق الوصف تحت في عنوان الفيديو. لما بتدوسوا تحت على السهم الصغير بيفتح لكم صندوق الوصف، هتلاقوني كاتب لكم اللينكات. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت برايكم. انا عارفه ان لون الروج مختلف ومش متعودين على الشكل ده، بس حبيت امشي شويه البلاشر مع لون الروج، حبيت يكون الروج ملوش علاقه بالاي شادو، نغير شويه.